خرشبيبة. برشا ناس قالت تحكي على الفيلم الجديد متاع باتمان، ملا تمثيل وملا ميزانية وملا حكاية وملا كاتومن. أما أنا حسيت بالغيرة الحق، مش من باتمان عادي، من غيرش مش عنده هو، أنا ما عنديش. هو لما حالة كان جاي باتمان في تونس ويحارب في الجريمة، يتشد ويتعدى في برشا قضايا. أنت حالسي في تخفش، تكوين أمن موازي، الجوالين ليلا دون موجب، بخلاف لباس غير لائق، وأكيد معناها الرادار بشي فلاشي كرهبته. وفيلم باتمان الحقيقة خليني نتخيل حاجة ونعمل لعبة هكاية مع المواطنين والشباب. زعما لو نعملوا فيلم على بطل خارق تونسي، شكون الممثل اللي نجم يعمل الدور هذا؟ هو راه سؤال صعيب نعرف، أما احنا نحاولوا. نبداو مع سليم، هات عطيني شكون التونسي اللي وتيه الرول. والله فكرة تحفونا، معناتها سوبر هيرو تونسي والممثل ولا كوميديان تونسي. الحقيقة أول حاجة جات في مخي ثم صادق حلويس، وينجم يعمل سوبر هيرو هو موجود الحقيقة، عملوه جوست بعد الثورة في الفيسبوك كابتن خبزة. وفي النسي نجمو نعملو فكرة مزيانة، نجمو نجيبو بايا الزردي مثلا وتعمل ذا ماسك، أما بالفيمينا معناها مش ماسكولا. هاي تنجح بايا الزردي معناها وتعمل ذا ماسك، معناها حاش تدخل حتى في العينيه بالبشره معناها مزيانه. بالنسبه لصادق حلويس مش بشي خير حتى في اختيار الكوستيم، معناها هو هكا ولا هكا يلبس كيما لي سوبر هيرو. ترى نشوفوا ايه من احنا مثلا، شكون الممثل التونسي اللي نجم يعمل دور متاع بطل خارق تونسي؟ بون كي تقول لي سوبر هيرو تونسي، اول حاجه نخمم فيها بون زوج شخصيات الحق نتاع ربي كريم الغربي، خاطر تحسوا يترينا وحارقها سوغ انستغرام تصاور وانترينمون وكذا، تحسوا هكا حاضر الدور بطولي نتاع سوبر هيرو. سينو فما لطفي العبدلي، خاطر نحسوا كي ياسر يعطي على سبايدر مان الاخراني، فيكو قبل معناها كي كنا صغار نتفرج في سبايدر مان تحسوا كان بدن هكا هاي كابت الميوسكل، تحسوا هكا ما شاء الله فهمت كلاس، اما تو تحسوا سلوت ولا كيفاش يصير يعطيني الفايب نتاع لطفي العبدلي. هو اي كريم الغربي الحقيقه قاعد يعمل في مجهودات كبيره ياسر في السلة سبور، وينجم يكون مثلا بطل خارق كيما هيولك حاجه هكا. بالنسبه لطفي العبدلي هو اساسا في الاميسيون مخسور، نزيدوا نلبسوا له اللبسه نتاع سبايدر مان يزيد يتخنق. لا به اعطيني مثلا فنسي هكا، شكون لي ممثله هكا تونسيه تجيها كيف في دور نتاع بطل خارق؟ سينو الكاتومن انا نقول جميله الشيحي، خاطر تحسها كي عينيها مجبده، مراه مفلفله محرحره كلمتها تقولها ما يهمهاش فهمتني، وكي نحسها كاتومن بالحق. ما اي تنجح جميله الشيحي، علاش ليه كي ما علاش ليه ديما تنقذ في يوم يامي مثلا، اي علاش ليه؟ هترا نسالوا عمر، احنا بالكشي عنده كي كاستينج اخر الابطال الخارقين. ناش نتصور كان يكون سوبر هيرو ياسين بن قمرة، خاطر تيبيك كما سوبر هيرو البرة عنده الإيماج نتاع يبدا بوغوس بدن، هذيك الإيماج تيبيك معناها نتاع سوبر هيرو. وعندك زادة فتحي هداوي كما في إكس مان، جو خاطر كاريزماتيك. ونادية بوستة نتصور في نتاع نادية بوستة مناش عندها البروفيل نتاع باش تكون سوبر هيرو، جو كما مناش كما كات وومن كما وندر وومن. باهي إيش احنا نبداو بشوية بشوية. كان على ياسين بن قمرة راهو باش يكون أول بطل خارق تاتوي، أو كي يبدا مزيان وموهر. كانكم على هداوي مثلا تعرفوا في بالكم اللي باتمان بدوي عنده كبيت الخفاش يتخبى فيه، فتح هداوي يكون عنده مثلا دار السكر يتخبى فيه. بالنسبة لنادية بوستة والله تنجح، حتى اللوك نتاعها معناها يواتي على الآخر كيما في كافلام إكس مان والجو هذاك. ترى هيت نشوفوا مثلا مستمعة أخرى بلكش ياك تعطينا شكون هاك الممثل، وبالحق أنا حسيت الإجابة لهنا مواتية على الآخر. في تونس جعفر. علاش جعفر القاسم؟ على خاطر يخدم في اليومانيتي برشا، عرفت وعاون برشا ديكا وكل، دونك جو بونس هكا في وقت اللي كانت البلاد غارقه وعندنا برشا مشاكل وكل، عاون بوكو دي زونفون وعاون برشا عباد، دونك بيتيت خليك علاش نقول جعفر. اي جعفر القاسمي مثلا يبدا هكا بكوستيوم تاعك سوبر هيرو، يبدا يدور في الشارع وينقذ في الناس، وبعد ما ينقذ شكون يقول لهم زمروا يا توانسه في كرابكم زمروا خاطرني. باي اعطينا فنسي مثلا، شكون هكا تراها تنجم تكون بطلة خارق؟ دليلة مفتاحي. كوا دليلة مفتاحي؟ علاش هي؟ على خاطر ديما دليلة قالها الميم هكا، ديما نشوفه في التمثيل نتاعها، ديما تعطينا قضايا تمثلهم، مش كي لاكتريس اللي تخدم كوميرسيال ولا تلقاها في لي بلاتو بوغ فيغ دو لا بوب ولا فهمت، هكا اللي ديما قاعدة لاكتريس قالها الميم وتمثل وتعطينا دي رول نتاع دي سوسيتي هكا، جو بونس ديما تحكي علينا احنا كوا فهمت، لي بلو ريال اللي نحنا. هاي الممثلة القديرة ديال مفتاحي اللي تحارب الأشرار بالدراما والحزن والفازات هذيك وتعملهم الكل، هي علاش لي؟ هو راهو شوف ديما تسألوا روحكم كسؤال، تقولوا مثلا علاش ديما في أمريكا فما بطل خارقين، وعلاش ديما ما يهبطوا كان غاديكا في الأفلام؟ احنا اللي عايشين في تونس ديجا يتسمى إنجاز، معناها ديجا تتسمى قوة خارقة.